كلينيك السبت كل سبت مع دكتور محمد عبد الباقي الجدال، استشاري أمراض الكلى وضغط الدم. مشاهدينا الأعزاء، مستمعينا الأفاضل، يسعد صباحكم بكل خير. أرحب بدكتور محمد عبد الباقي الجدال. يسعد صباحك. صباح الخير عليك يا بسمات، وصباح الخير على كل الناس اللي بتسمعنا وبتشاهدنا. نتمنى أن نكون نقدم ما هو مفيد لهم. أهلا بك. أهلا يا دكتور، طولت يعني من جاي للاستوديو. صحيح، يمكن فترة ما طلينا عبر الشاشة، يمكن بالهاتف. صح. ونتمنى الليلة أنه نقدم موضوع مهم جدا، ويمكن كثير من الناس يعني قد ما يكونوا سمعوا به أصلا. يعني اللي هو في عنصر من العناصر المهمة في جسم الإنسان، يمكن كثير من الناس زي ما قلت له قد يكونوا ما على دراية به، خصوصا الناس الخارج الحقل الطبي. أيوة. اللي هو عنصر المغنيسيوم. يعني كلمة مغنيسيوم هي واحدة من العناصر اللي مهمة جدا في عمليات كثيرة جدا حيوية تتم في داخل جسم الإنسان. ومن الحاجات المهمة أنه يعني الشخص إذا تناول أي نوع من الوجبات الغذائية عشان تتحول هذه الوجبات إلى طاقة في داخل جسم الإنسان، لا بد من وجود هذا العنصر حتى يتم تحويل العناصر الأخرى إلى طاقة. أيوة، يعني إذا نحن نتكلم عن أهمية فيتامين المغنيسيوم. أيوة، عنصر نحن نسموه عنصر. إحنا ما هنا بنقول. لكن الناس طبعا يعني زي ما قلت في العادة كده ممكن يسموه طبعا مكملات أو طبعا مكملات غذائية. لكن هذا العنصر يعني يمكن ما لاقي حظه يعني حتى طبيا، يعني يمكن الأطباء ما بيتناولوه بشكل كثير جدا، ويمكن ده يعزى لأنه الفحوصات بتاعته ذاتها ما قد تكون متوفرة في أي نوع من المختبرات إلا مختبرات معينة. فبنجد أنه 60% أو أكثر من 60% من هذا العنصر موجود في العظام، وأقل من 1% هو موجود في الدم. زي ما قلت لك عندنا مركب الـ ATP ده، اللي هو مركب بيحتاج له الجسم لإنتاج الطاقة. هذه الطاقة لا يمكن أن تتوفر ما لم يكون عنصر المغنيسيوم موجود. فعشان كده بنلقى أنه أي شخص يعاني من هذا النقص في عنصر المغنيسيوم، بنلقى أنه في بعض الأعراض اللي هي ممكن قد تشير إلى هذا النقص. على سبيل المثال الإحساس بالإرهاق والفتور والتعب العام. يعني يمكن دي من أوائل الأعراض اللي ممكن تكون مؤشر لنقص المغنيسيوم. وأحيانا تحصل رفة غريبة أو تشنجات عضلية، لأنه هذا المغنيسيوم الرفة في كل العضلات المنسى. والعضلات الطبيعية ممكن تكون في العين، ممكن تكون يعني أحيانا زول يقول لك والله حاسس حتة دي كده جسمي رفة، يقول لك بتلبس توب جديد بتلبس قميص جديد. أيوة، طبعا مكسي عامل عمايل، وهو يكون مكسي في المغنيسيوم ما توب ولا حاجة. فيمكن دي واحدة من الأعراض الغريبة اللي ممكن العرضوا لها ناس كتار جدا، ويعزوها يقول لك السهر التعب كده. وفي نفس الوقت هو السهر والتعب والاستريس كله بيؤدي لنقصان في هذا العنصر. فقلت لك دي من حياة الناس، يعني قد لا تنتبه لمثلا كبار السن اكثر ناس معرضين للحاجه دي، لانه النوم بتاعه نكون بصوره يعني زي باقي الاعمار الشبابيه. صحيح، يمكن يتعرضوا لنوبات بتاعت ارق. كلامك صحيح جدا، وحتى اذا نام النوم يكون شنو، نوم متقطع. ايوه بالضبط. كده فبنلقى انه يعني نقص هذا العنصر دي واحده من الاعراض بتاعته. التوتر زي ما قلنا، التقلصات العضليه دي كلها من الاعراض. نجي التقلصات اللي هي وجع في العضلات، وجع في العضلات يعني آلام الرجل، او تقلصات او تحس بانه عدم ارتياح. بعدين لقوا انه في بعض الامراض يعني تزيد حدتها بنقص هذا المغنيسيوم. يعني على سبيل المثال بعض الامراض النفسيه زي الاكتئاب، وزي ما ذكرنا منها الناس اللي بيتكلم ورا من راسهم شويه. فدي كلها مواسم ممكن تتاثر بنقص عنصر المغنيسيوم. ومن الحاجات الغريبه انه عدم لا مسمى لا مبالاه الهذيان ده يقول لك مجنتر، يعني يعني يتكلم كده يقول لك يعني اقصد العنصر ده، يعني بيجيب اي كلام برا من راسه احيانا. هي طبعا ممكن تكون مؤشر، ممكن تكون مؤشر يعني لامراض اخرى، لكن واحده منها نقص العنصر ده.
يعني بس فحص ممكن الزول ده يرجع يعني زي ما هو. بالظبط كده، يعني ممكن ياخد المغنيزيوم ده في مكملات في حاجه في كده، فزي ما قلت كل الاعراض دي يعني تبدا تختفي. برضه بيعمل خدر في المشاعر، دي حاجه طبعا غريبه شويه مش كده، اللي هو لا مبالاه، يعني تلقى الزول لا يبالي بتصرفاته، دي برضه اكتشفوا انها واحده من اعراض يعني نقص المغنيزيوم. يعني مثلا زول تسيء اليه بكلام ولا يشتغل بكلامك مثلا، لا يعني حول الله، فمثلا يعني معناه الفيتامين عندي 100 والله العنصر ده بيدوب طوالي صح؟ طوالي سريعه الاشتعال. فيمكن برضه من الحاجات الثانيه هشاشه العظام، أيوة. اللي هي مربوطه بمشاكل كثيره اللي هي بالعمر وبعدم ممارسه الرياضه و الى اخره، لكن برضه عامل المغنيزيوم له دور كبير فيها. زي ما ذكرنا مساله ارتفاع في ضغط الدم، يعني لقوا انه كثير من الناس مثلا يعانوا من مرض ضغط الدم، المغنيزيوم ده اللي هو بيتسبب في دخول الكالسيوم للخلايا العضليه للخلايا او للانسجه، فبيدي لتقلصات، هذه التقلصات ممكن تؤدي لارتفاع ضغط الدم، فعشان كده ارتبط نقص المغنيزيوم بزياده ضغط الدم. يعني مثلا ممكن شخص يكون ياخذ في علاجات تخفض ضغط الدم، لكن السبب وراء زياده ضغط الدم مثلا يكون نقص في عنصر المغنيزيوم. فبالتاكيد اذا اخذ مغنيزيوم يعني ده بيساعد الادويه بتاعت الضغط في انها تضبط الضغط بشكل كويس. ممكن يعني يعوضوا بحاجه في الاكل في الغذاء، حنجي يعني الى الحته بتاعت الحاجات الغذائيه اللي ممكن تتعوض فيها مصادر المغنيزيوم. برضه لقوا دور المرضى الناس اللي بصمات عندهم مشاكل الربو او الازمه، كويس، يعني التشنجات اللي بتحصل في الشعب الهوائيه العضلات بتاعتها اللي هي تؤدي لضيق التنفس، مرتبطه برضه بنقص في المغنيزيوم، ناس الحساسيه وكده، فدي كلها اعراض مرتبطه ب ب ب ب لا يعني يعني النقص بهي الازمه او الحساسيه يؤدي لتقلص في العضلات تحت الشعب الهوائيه، بالتالي يحصل ضيق في التنفس، تهيج الازمه، ايوه، فيمكن اضطرابات عضله القلب، يعني كثير من الناس مثلا تحصل دقات في القلب، دقات غير منتظمة في القلب، وتظهر حتى في التخطيط رسم القلب وكده، وواحدة من الأسباب وراء هذه الاعتلالات في ضربات القلب ممكن يكون نقص في عنصر المغنيزيوم. فلك أن تتخيل بس سمعت أنه العنصر ده مهم كثير جدا، جداً. أيوة. يعني الناس زي ما قلت لك ما مسلطين عليه الضوء، بالذات ناس الأزمة يعني هسي بداية الشتاء، صحيح، يعني في بتبدأ الأطفال وبعض الناس بتبدأ الأعراض تزيد عندهم، في ناس نوبات اللي هي أو في ناس الحساسية الموسمية مثلا تكون مربوطة أحيانا بفصل الخريف، في ناس تكون مربوطة ب يعني فصل الشتاء مثلا مع الأجواء الباردة على حسب حساسيته. أيوة. أي يعني منتجات طبيعية خضراء اللون هي تحتوي على كمية المغنيزيوم، شريطة أنه التربة تكون محتوية على هذا العنصر، لأنه بنلقى أنه معظم التربة الآن في كل العالم أصبحت فقيرة من المغنيزيوم عشان ما تقوم تغذي النباتات الخضراء بالمغنيزيوم. هو دي حلوة كيف؟ دي حلوة اللي هو طبعا خبراء التربة يضيفوا هذا العنصر في التربة ذاتها اللي بتتم فيها زراعة النباتات او زراعه الخضروات او كده، حتى تكون غنيه بالمغنيزيوم وتقدر تعوض النقص اللي بيكون موجود. يعني ف 500 ملي جرام من المغنيزيوم في اليوم هي كفايه جدا للشخص. طيب انا اعرف الخضار بتاعي السلطه اللي انا مشيت اشتريتها دي، الخس، الجرجير، الخيار، الفلفليه، الحاجات الخضراء وحتى الباميه الخضره، انها ناقصه كيف اعرفها؟ هو طبعا بتعرفيها ناقصه لانه اصلا انت يعني بتحسي انك بتاكلي الحاجات دي والجسم ما مستفيد منها، ما في فايده. كويس، فدائما الاسمده ما بعرف الخضروات اللي بتكون مزروعه في مناطق اصلا يعني فيها استصلاح زراعي وكده، او تربه تكون اتزرعت كثير جدا من غير ما تتعمل لها مراجعه. عشان كده هسه لو لاحظتي بس انا بذكرك بحاجه، يعني زمان مثلا الجرجير ده مثلا يعني بتحس انه سخن جدا في طعمه، في طعمه، أيوة، يعني صح. مثلا في ناس انه الواحد بياكل الجرجير مثلا عيونه تدمع يعني. هسه الان ما في كلام زي ده، يعني انت بتحس انه يعني هذا الجرجير مثلا فقد الاحساس اللي انت كنت زمان وانت صغيره، أيوة، بتشوف النظر بتاعت الحراره بتاعت الجرجير، اللذعه بتاعته دي، اللذعه بتاعته دي، يعني كمان يا دكتور حتى الجرجير طعمه يتغير، يعني والله الدنيا حاجة. دي يعني دي الحاجات اللي يمكن الناس لو هسه رجعوا بذاكرتهم الناس الكبار شويه بيحسوا انه فعلا في فرق في طعم يعني الاشياء. يعني هسه الجرجير بتاع اليومين المفي واللذعه ده ما هو طعم اصلا،
انت لاحظت الحاجه دي مثلا تلجيه ولون، اشتري خس بدله يعني تلجيه ولون بس بدون ما تحس انه فيه الطعم هسه انا في حاجات طبعا اللي هي ممكن تكون غاليه شويه لمجتمعنا هنا السوداني زي المكسرات والفستق واللوز والكاجو والحاجات دي غالية. فيمكن بذور الشيا واوا الى اخره، فدي كلها هي حاجات تحتوي على مغنيسيوم بكميات كبيره جدا. لكن المويه عظيم فيها، الناس ما بتقدر المويه العاديه المويه والله ابدا هي ما بتعوضك يعني شرب الماء ده يعني المويه فيها كميه من الاملاح المعدنيه ايوه فيها كميه من الاملاح المعدنيه لكن لابد من مصادر غذاء صحيه يعني مصادر غذاء صحيه مصادر غذاء سليمه حتى تعوض عن هذا النقص في العنصر المغنيسيوم. الحليب اذا ما مغشوش ايوه صحيح يعني زي ما قلت لك هي الحاجات دي كلها سيانة حبيلينا في أنه يعني الإرشادات الغذائية اللي بتدال المريض يعني قد يكون هذا الأكل غير محتوي على كميات كافية من العناصر الغذائية المهمة خلينا نقول مش المغنيسيوم البقوليات يعني الحليب الخضروات أيوة مهمة يعني مهمة خالص والفحوصات الدورية بالرغم من فحص المغنيسيوم في الدم الفحص البسيط اللي بيتعمل هسه في المختبرات ده هو بيدي يعني مؤشر لكن طبعا ما بدي الحقيقة الكاملة لهذا العنصر لكن بديك مؤشر لنقص مستويات المغنيسيوم. بالنسبة للناس اللي برضو بيتعاطوا مثلا يعني المخدرات وكده هم ديل برضو أكثر عرضة لنقص في كمية من عناصر واحدة منها شنو المغنيسيوم اللي هو ممكن يفاقم من تفاقم مع تناول المواد المخدرة سواء من عقاقير طبية سواء عن طريق التدخين أو إلى آخره فعشان كده بنلقى أنه يعني جسم الإنسان ده بصمات حلقة واحدة أيوة مع بعض ما بتنفصل الحاجات من بعضها البعض والحاجة الأهم من كده اللي هو أنه في كمية من الأعراض هي قد تتشابه مع أمراض كثيرة جدا فبيبقى هنا الحس للطبيب في انه هو الفيصل يعني انه هذه الاشياء يعني انتبه لها يحطها في باله انه تتعمل تحاليل دوريه تحاليل منتظمه تحاليل دقيقه يعني توضح للناس كل هذه المشاكل بعد ذاك اذا تعرف التشخيص يعني انت ممكن المغنيسيوم ده مثلا تاخذيه في خضار انت ضامن انه تربته ماخذه كميه كافيه ممكن تاخذيه في شكل مكملات غذائيه تحتوي على مغنيسيوم يعني ممكن تلقيه في اي حاجه يعني من العقاقير الصيدلانيه المتوفره دي وبتتحل المشكله حتى في حبوب مخصصه حبوب مغنيسيوم لحالها يعني بدون ما تكون داخله في مكملات غذائيه. قصه التربه دي معقده زي اللي يشيل الصحن يقول لابوي دي الطعم ده هو ولا ما هو؟ فدي فعلا هي حسابات بتبقى صعبه لكن برضه بيبقى بصمات ده مجهود بتاع دوله. صحيح كويس يعني عندنا الدوله يعني مثلا اي ارض زراعيه بتقدم منتجات لصحة الإنسان بتتقدم يعني سنة. عندنا الناس اللي قروا كليات الزراعة وكده ده واحدة من مراكز البحوث الزراعية بيركزوا على صحيح. مدى صلاحية التربة ومدى احتواء على العناصر الغذائية المهمة أنه برضو ما يكون فيها حاجات برضو مضرة بصحة الإنسان صحيح. فدي حاجات مهمة جدا يعني أنك أنت بتقدم غذاء آمن غذاء صحي يلبي يعني حوجة الإنسان. طيب دكتور نحن على مشارف الختام الناس اللي بيمشوا الصيدلية ويشتروا المكملات الغذائية دي فيها هو المغنيسيوم فيها برضو بعض يعني الفيتامينات برام يعني الزول بيعمل له حمية ريجيم ويمشي يقول أنا أشتري يعني بعض المكملات عشان يدعم بها نفسه الحاجات دي ممكن تتعارض مع بعض الأدوية والعقاقير أو مرض هما مكتشفة برضو يقدم نصيحة كده. والله نحن بس في آخر فقرتنا دي نقدم نصيحة واحدة أنه في بعض المكملات الغذائية لأعمار الفوق 50 عام يعني مثلا الواحد أكله بيكون قلة حركته بتكون قلة جسمه بيكون محتاج لحاجات كثيرة جدا خصوصا في الظروف الاقتصادية اللي هي بتأثر في طبيعة التغذية بتاعت الإنسان وكده فكل المكملات الغذائية بالشكل تكون يعني ذات فائده سواء تحتوي على كميات حديد او مغنيسيوم او كالسيوم او جرعات بسيطه من فيتامين د او كذا هي ما بتضرر يعني انها تؤثر على صحه الانسان لكن تناولها بتكرار وبكميات كبيره وتلقى الواحد عنده كم مكمل غذائي يبلع 3 من هنا و5 من هنا و4 من هنا فانا افتكر انه مثل هذا الشخص افضل له انه يلجا لجهه طبيه
ويعمل تحاليل كامله شامله بحيث انه ينفع اي مكمل غذائي هو انجح معاه ويقدر يستمر عليه. صحيح، شكرا جزيلا يا دكتور. تحت الصحه والعافيه لكل الناس ان شاء الله يا رب، وكتر خيرك. شكرا جزيلا. كتر خيرك كثير، وان شاء الله نكون افدنا الناس في هذا العنصر المنسي. يعني هو هسه بسموه العنصر المنسي في كثير، لكن مهم لانه حاجه مرتبطه بالعضلات، عضله القلب، القفص الصدري. نعم. يعني كل الحاجات اللي ذكرتها دي هو التكوين بتاع الهيكل العظمي. صحيح. بتاع الانسان. نعم. شكرا جزيلا دكتور. الله يبارك فيك. مشاهدينا الاعزاء، مستمعينا الافاضل، كلينيك السبت كل سبت مع دكتور محمد عبد الباقي الجدال، استشاري امراض الكلى وضغط الدم، متواصلين معاكم عبر اثير برمجه البي ان اف ام 91.